معايا على التليفون معالي وزيرة القوى العاملة دكتورة ناهد عاشر. مساء الفل مع الوزيرة. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك ألف خير. أنا تابعت المؤتمر اللي حضراتكم حضرتوه النهاردة واللي كنتوا بتتكلموا فيه أن هناك فعلا هناك وظائف أو فرص حقيقية للعمل للشباب، لكن الشباب المصري بيعزف عنها. الكلام ده حقيقي مع الوزيرة؟ إلى حد ما يعزف عنها فعلا. طب تحليل ده ايه؟ يعني انا لو انا شاب وبدور على شغلانه وحضرتك جايبه لي الوظيفه وانا رافضها، اذا في سبب، يعني تدني الاجر، سوء معامله، عدم ضمان حقوقي كعامل في القطاع الخاص. قد يكون في بعض الاسباب اللي حضرتك بتقولها فعلا. نعم. يعني في شباب ما بيحسوش بالامان الوظيفي في القطاع الخاص. يقول لك انا مش ضامن ان انا اتثبت فيه، وعندنا فكره وثقافه التثبيت، يعني هو عايز يشتغل في القطاع الخاص بس يتثبت. نعم. ويقول لي اشتغل بس اضمني لي ان انا اتثبت، هو اتثبت فكره حكومه، هو ما عندوش فكره ان هو ان لو هو كويس انا همسك فيه وغيره هيمسك فيه واللي هيطلبه هياخده. نعم. لا، هو عاوز يتثبت اشتغل او ما اشتغلش. نعم. كان كف او ما كانش كف. كان مدرب او ما كانش مدرب، هو عايز يشتغل ويتثبت. هي دي المشكله، قد يكون جزء منها عدم الامان الوظيفي. عدم امان العقود المحدده المده اللي قد تطول الى 10 سنين، ده برضه من حقه ان هو يقلق جدا. في شاب مش بيبقى همه قوي، بيدخل السوق زي ما بيقولوا بصدره ومهاراته بيتمسكوا بيه، بس ساعات بيصطدم ويقول لك انا فوجئت ان صاحب العمل نهى العقد. طب مش حضرتك شايفه برضه ان ظروف العمل في غالبيه القطاع الخاص ليست جيده بالنسبه للعامل؟ هي ممكن تكون زي طموحاته، يعني ساعات عمل اقصى، زياده، تدني الاجور، عدم التامين عليه، ما دي مشاكل حقيقيه. لكن لما انت بتشغليني في الحكومه انا ضامن المرتب وضامن التامين الصحي والمعاش، يعني ما احنا بشر. ده حقيقي، في بعض الحالات عندهم حق، لكن ساعات العمل مش بتطول اكتر من 8 ساعات، ولما بيكون اكتر من كده بيكون في اضافي، بياخدوا اضافي. نعم. لكن هي الفكره كلها، انا مش هقدر اقول ان هو عزف كليته، لكن الطلب نفسه على ان هو يجي ان انا اوفي فرصه عمل. يعني انا مثلا عندي بقالي دلوقتي 10 ايام اعلنت عن الفرص العمل اللي طالبها صاحب شركه هندي في مجال الغزل والنسيج في الاسماعيليه، عايز عماله في مجال الغزل والنسيج، عايز 1000 فرصه عمل. نعم. انا النهارده جالي 22 واحد. 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 انا صحيح لسه قصادي اسبوع دلوقتي هستقبل الطلبات اللي فيها، عندي امل ان هي تزيد، لكن ماذا لو ما قدرتش استوفي له النسبه اللي هو عايزها والشركه بتستثمر في مصر؟ نعم. يعني الشركه طالب عدد، فهي برضو عندنا جزء عندهم حق، الشباب طموحاتهم اكبر لان الاسعار مرتفعه جدا، هو عايز وظيفه تحقق له كل طموحاته، يا اما الوظيفه ما تتعبوش بقى وما يبقى في امان. ما هو يا اما وظيفه احقق بيها كل طموحاتي. نعم. يا اما وظيفه وخلاص. فوظيفه وخلاص يبقى يتثبت على الاقل، يا اما تبقى حكومه. يا اما وظيفه بقى المرتب بتاعها يبقى طموحاتنا عاليه جدا. ما هو الحل معالي الوزيره من وجهه نظر حضرتك؟ والله حاجات كتير جدا، وزي ما معالي وزير الاسكان لسه قايل دلوقتي الاعلام عليه عامل كبير جدا. طب ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض، معالي الوزير هتواصل معاه وهيشرفني، لو ظروف حضرتك تسمح تعالي ندير ده ونوجه دعوة للشباب بتغيير الثقافة ونقول دور الحكومة ايه في الفترة الجاية، لو توفير مراكز او تدريب او تأهيل، يعني لو ظروف حضرتك تسمح هكون شاكر لو حضرتك شرفتينا الاسبوع القادم. اوي اوي فندم. شكرا لحضرتك معالي وزير القوى العاملة دكتورة ناهد عاشري.